إذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الأفاضل، حفلنا الكريم التواصل يتجدد والتحية تتواصل مع هذه الانطلاقات المتميزة وبحضور هذه الشعارات الجميلة في هذا اليوم، يوم السبت من شهر رمضان المبارك، مع هذه الانطلاقات الرائعة نسير وإياكم بانطلاقة الشوط 11 والمخصص للإبكار، بداية مع انطلاقة ولايف محمد بن صالح بن حمد بن قمرة المري على الصدارة وعلى البداية. نتابع شفا القادمة على المستوى الثاني، غيرت بدورها إلى الصدارة وحلت بداية إلى الانطلاق الأول، عبد الهادي بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار، هذا هو شعار بن حفار، يتواصل على المقدمة وعلى البداية. نتابع ولايف التي انطلقت على ثاني المراكز، محمد بن صالح بن حمد القمر النابت على المستوى الثاني ثالث المراكز. نشاهد وإياكم عبور علي بن سالم بن علي بن حمد الأنقح على المستوى الثالث، نقلتنا إلى رابع المراكز حيث هذب من تتقدم بشعار راشد بن محمد بن حمد بن محمد الدعية على المستوى الرابع، نقلتنا إلى خامس المراكز. هنالك التواجد من قبل ضبية سالم بن صالح بن طالب بن عقيل النابت على خامس المراكز. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الأفاضل، أتممنا على حضراتكم وعلى مسامعكم الكريمة الخمس الشعارات الأولى، بعد ذلك العودة وإياكم إلى الصدارة وإلى البداية لكي نتابع الانطلاقة الأولى، لكي نتابع البداية الأولى مع انطلاقة وحب وتواجد شفا بشعار عبد الهادي بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار الذي ينطلق على الصدارة، يتقدم على البداية الأولى بهذه الانطلاقة الجميلة والتحديات الرائعة والمتميزة. 2 كيلومترات المتبقي من زمن وعمر هذه الانطلاقة، وهذه الآن تتقدم في هذه الانطلاقة مع هذه الاندفاع الرائعة، تقدم لنا هذه الوناسة الجميلة والمتميزة. نتابع شعار بن قمرة الذي يتواصل مع انطلاقة ولايف محمد بن صالح بن حمد بن قمرة، شعار النابت على المستوى الثاني يقدم لنا ولايف، بينما ثالث المراكز حيث الوصول والتواصل من قبل ضبية سالم بن صالح بن طالب بن عقيل على المستوى الثالث، نقلتنا إلى رابع المراكز حيث الانطلاقة من قبل هذبة راشد بن محمد بن حمد بن محمد الدعية يتقدم على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز حضرت مختار هلان منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. الشعارات بدت بالاقتراب، الاسماء وصلت يا بن حفار مع انطلاقة ثاني وثالث المراكز ورابعا وايضا خامس المراكز، ولكن هذه شفا تنطلق بهدوء تام بانطلاقة بأريحية بانطلاقة جميلة. هذه الآن بدت بازدياد السرعة، بدت بالانطلاقة الرائعة مع دخولنا إلى الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، الزمن المتبقي من هذا الشوط، وهذه هي شفا باسترخاء تام بهدوء ولا أروع بانطلاقة ولا أجمل بهذه الاندفاع الرائعة. هنالك مسفر أو انطلاقة عبد الهادي بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري على الصدارة على البداية، اشكرك يا بن حفار، قدم لنا شفا وانطلق بهذه الانطلاقة الرائعة، العصا في الابطان بدون أوامر وبدون تعليمات تذكر على الإطلاق.
الإطلاق، ما قال لها شيء، على السماعة فقط، على السماعة، على السماعة. هذه يا شفا تنطلق مع الأمتار الأخيرة، الأمتار الجميلة بالنسبة للمضمرين وملاك الهجن. هذه الأمتار التي تفرح الجميع بانطلاقة شفا، بتواصل هذه البطلة التي تحمل الشعار الجميل، التي تحمل الاسم الرائع ولا أروع، شفا وانطلاقة شعار عبد الهادي بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري. تهانينا، تهانينا والف مبروك يا بن حفار على هذا الانتصار الجميل والرائع. نتابع ثاني المراكز، لحظة وصول ظبية سالم بن صالح بن طالب بن عقيل، ثالثا هذبة راشد بن محمد بن حمد الدعية، بينما رابع المراكز مختارة منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين، وخامس المراكز كان الحضور والتواجد من قبل شعار محمد بن سالم بن يزرب العامري مع انطلاقة نوف. نعود وياكم 6:14، 89 جزء من الثانية، توقيت صاحبة المركز الأول. صاحبة المركز الثاني وحل الضبية سالم بن صالح بن طالب بن عقيل، 6:19، 71 جزء من الثانية. وثالثا هذبة راشد بن محمد بن حمد بن محمد الدعية، 6:19، 99 جزء من الثانية.